أنا ما عرفتيني يا بنت أخي؟ عمك فريد. شو بدك؟ هيك من بعيد لبعيد؟ افتحي الباب. لا أنا طلبت الشرطة. بس ما عندك بالتليفون حرارة؟ شو بدك؟ التفاهم، مو كل مرة راح يكون خالك موجود، منشان هيك اشتري راحتك. بدك مصاري؟ ها ها، افتحي وناوليني المصاري وخذي راحتك، وما بقى تشوفي وشي بنو. ليكي نحن ثلاثة والفيلا تحت ايدينا. ما في مصاري، وعمل اللي تقدر عليه. طيب حاضر. لأنه انكمشوا متلبسين. طولي بالك. أبو ماهر مريض، روح صف السيارة وطفيها. على عينك. بس حبيبتي، بس مين يلي بلغ الشرطة يا بهيج؟ أنا يا أستاذي. عفوا أستاذ، دي حملك يا عم. ليت بالك، نحن رح نبقى بالفيلا طول الليل. لا ما في داعي تعزموا حالكم. هي اوامر استاذ سامر. خلص تيسروا انتوا وانا بحكي معه. يلا امرك استاذي. حاضر. بس حبيبتي ليش قاعده؟ كله تمام استاذ. الله يخليك. مري. في مجال تشوف لي شريط التليفون بالمطبخ؟ انا عيني في بنسى فوق البراد. على عيني. بالي صرت بأمان وبقدر واجه التانين. أكلت رحبي. الله لا يدوق لحدا. أحسن شي عملتي إنك اتصلتي فيني. قلت لحالي اتصل بخالي، لبين ما يجي بيكون صار اللي صار. لميس الطيب ما عندي تليفون. ما لقيت غيرك استاذي. إن شاء الله لا تخسيني أزعجتك. ما لا يا نوار، بزعل منك. لما اجاني تليفونك ما كان قدامي غير اني اتصل بسامر واحمل حالي واجي، ولحسن الحظ كان وصل هو وبهيج. لا هو اجى لحاله وضربهم وحمل حاله وراح. يعطيه العافيه،
عمل يلي عليه. يا ربي وعبدي أو ملاقي غير سامر الزهار ينجيني منها. هيك الله بده يا نوار. لا إله إلا الله. والله أعطينه يا مدام بس اشتغل. ممكن تعطيني إياه؟ على عيني. أنا برا بالسيارة. الو اهلين نوار. شو جاي فورا؟ يلا يلا جاي نوار. هلا نوار حبيبتي. شو صار؟ شو صار؟ ما صار شيء. انت ما صار مساء الخير استاذي. مساء الخير. قدروا يفوتوا على الفيلا؟ لا خالو لا ان شاء الله ما اذاكي. ما صار شيء. نوار كانت ذكية وقوية وتصرفت بمنتهى العقل. هادي حبيبي هادي هادي فريد صلوح واثنين من الزهران. وتصوري يا عمتي ما التقى حدا يفكني منهم الا سامر الزهار. ماشي بيضحي. الحمد لله على سلامتك يا خالي. حقك علي. انا كان لازم ادبر له حبسه ما يطلع منها ابدا. ما صار شيء. من هون لسنتين ما رح يطلع من الحبس. المهم انتو ديروا بالكم على نوار ولازم تطلع ترتاح فورا. احنا ممنونين لك كثير استاذه كوثر. انا بالخدمه. يلا اسمحوا لي بالاذن. شكرا كثير. الله معك استاذه. شفتي ما قلت لك الصبح طلعي معي على المزرعه؟ على السلامه. يلا حصل خير. الحمد لله على سلامتك خالي. المهم حبيبتي الله ستر. شايفه يا عمتي؟ شايفه شو حظي حلو؟ صارت مشكلة ما اجتني، صارت مصيبة ما وقعت فوق راسي. مالي حبيبتي. قومي، قومي ارتاحي بغرفتك قومي. نوح فتر لنا كاسة حليب تخيل عينك. ايه؟ على عيني. مساء الخير. مساء الخير. يسلمون. أنا راح أمر لعند الأنسي عز عبيد وأخذ عبونه. إيه إيه، صار وقتها. بس وينك بهيج الله يخليك. بتضل معه لحتى يمشي الباص. حاضر. يسلمون. الله يسلمك. مجنون. انا بدالك بحط على عينه. لا انا لما شفتها طلعت هربت. يعني ما كنت حابب ابقى وشوفها او حتى اخليها تشوفني. يعني ما شفتك وانت عامل 40 هود. خليها لربك. يعني بتصدق لولا ما شكري بيه خلاني اعمل دورتين كاراتيه، واحده باليابان والثانيه بامستردام، كنت اكلت قتله حشكو. والحقيقه انا ما كان هدفي غير اني بس الهيهم واخرهم لحتى يوصل بهيجه مع الشرطه، بس والله طلع معي. ها؟ إيه ما دمت بتعرف انه نوار مهدده وعم بتشوف اللي عم يصير، اكيد رح تعمل مثل مرحوم بروسلي. خليها لربك. بتعرف انا لما اجاني التليفون حملت حالي ورحت اركيد، حزين قديش المسافه استغربت معي. مو اكثر من دقيقتين ونص. دقيقتين ونص؟ ايه. شو كان طاير؟ شو بعرفني، كانه هيك. المهم لا وقفت على اشاره ولا هديت عند كوع، ما بعرف شو صار لي. والله لو كان بايدي انه خلي السياره تنط فوق السيارات ما كنت قصرت. معلوم. انا ببالي قصتك مثل قصه قيس وليلى. تاريه طلعت مثل قصه الزير ابو ليلى. المهم ما بدك تعزمني على العشاء؟ بالله سكوت سكوت. مين لازم يعزم الثاني؟ هلا انت صرت شريكه لشكري بيك؟ بودك انت تقول لي الموظف عند شريكي موظف عندي؟ بقى مين بيعزم الثاني؟ يا حبيبي ايه انا وربحي وحصتي ما منجيب نص اللي عم يعطيك يا شكري بيك بالسنه. مع ذلك انا عازمك. طيب الله يسامحك. عامل لي عنتر من ورا الغداء اللي لهطه بزمانك من عندي. قوم قوم يلا. لا لا خليك قاعد خليك قاعد، خلينا نستنى بهيجته حتى يرجع. ولا اسمع لك اخي متعشى هون. هون بالفيلا؟ ايه هون بالفيلا. يا ابو علي ابو ايمن. سلموا ايديك. شو حبيبي ارتحتي؟ نمت منيح؟ نمت منيح يا عمتي. من كتر ما تراكمت الهموم تعودت. بعدين القصه انتهت والمجرمين انكمشوا. ما عاد في شيء ابدا بيمنع مني. ولا شيء ابدا ابدا ابدا.
ابدا. ولا حتى جاية سامر الزهاء يعني مرق قال له قلبك شوي؟ عمتي اذا رق قال له قلبي يكون عم خنزك لبابا. مين عندها الصبح كمان؟ صباح الخير. صباح الخيرات. اهلا وسهلا. كيفك مدام؟ الحمد لله. مبروك يا عروس. الله يبارك فيك. اهلين لميس. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. تفضلي. تفضلي. اهلا وسهلا. شكرا. تشربي معنا نسكافيه ولا لا؟ شكرا ولا شيء، بس جاي اطمن على نوار وراجع دغري لانه امه الاكرم بدها تزورنا، وبتعرفي الحمايه شلون بتكون. ما بعرفه ولا بتعرفني حبيبتي، ما عندي حمايه. اي نوار لا تزعلي حالك وتقولي شوفي شو عم يصير معي، يا ما بيصير للناس. بعدين مشكلة اللي ما بتكسر الانسان بتزيده عزم وقوه. بعرف العكس، بيقول المثل الصواب اللي ما بيصيب بيدوش. ابدا، الصواب اللي ما بيصيب امر جديد للانسان، والحمد لله انهم انمسكوا. بعدين هي جهتين من الاعداء بالحبس، يعني مو بقيان عليك غير زياد هلال وسامر الزهار. عم تتمسخري لميس؟ ابدا، انا واثقه انك هيك عم تقولي بفكرك. المهم ما دام عرفتي انه خصومك بالسجن فالمفروض تكون نفسيتك احسن من هيك. مزبوط. عظيم، هاي ارقام تليفوناتي كلها، اتصلي فيني باي وقت. شكرا كثير لميس، شكرا على جيتك وعلى كلامك. نوار انت دخلتي قلبي، صار لك عندي معزه خاصه. كلك ذوق. بس هالزياره مو محسوبه ها؟ لا مدام ما بنستغنى. يلا باي باي. يا هلا، مع السلامه. باي نوار. الله معك. ليش عم تطلع فيني هيك عمتي؟ يا ست نوار، مو بعيد هلا تشوفي كل جماعة شكري رضوان جايين ليطمنوا عليكي ويعرضوا خدماته. انت ليش هيك عم تحكي معي؟ أنا ما طلبت من حدا شيء. بس ما ملاحظة معي إنهم كثير لطيفين ومهتمين وخدومين. شو قصدك عمتي؟ عم يعملوا كل هالشيء مشان سامر الزهار؟ شو عليه؟ أنا ما قلت له تعالوا اضرب، هو عمل الحركة قدامي ومشي، أنا ما طالبته. هلا مو أنت بتعتبريه انتهازي؟ طب ليش ما حاول يتقرب منك بنفسه ويحيطك بحنانه ويعجق حاله قدامك شوي؟ لأنه بيعرف إنه أنا ما رح أقبل فيه، رح صدته. عم يحاول يعمل حاله شهم ونبيل، تكفير عن ذنبه بس لحتى يرتاح ضميره، مو محبة. شوفي نوار، بدنا كلام مقنع ولا مجرد معاندة وبس؟ هل أنت بتعتقدي إنه راكد ورا ثروتك مثلا؟ حتما لا. ولو فرضنا إنه ندل مثل ما أنت بتقولي، كان كتير بهمه يبيض صفحته قدامك؟ ما بعرف، أنا اللي بعرفه إنه ذكرى المرحوم بابا بتحتم علي، أعتبره دائما مجرم بحقي. نوار، بدي اسألك سؤال صار له فترة شاغل بالي. اسألي عمتي، لا تخلي شيء ببالك. بس أنا بدي أفهم شغلي، من إمتى أنت بيهمك إنه يكون رأيي بسامر الزهار كويس؟ من وقت اللي بلشت أسأل حالي أنا هيك أسئلة. مثل شو؟ لما داهمت الشرطة شقت فريد صلوح ومسكوا أبوكي معهم، وين كان المفروض إنه يجد أبوكي؟ وين؟ ما كان المفروض يكون معنا بمزرعة خالك نوح؟ وقت ما لقينا خالي. يعني لو لقيناه كانت صارت الكبسة بغيابه. شو قصدك؟ ليش ما يكون سامير بلغ عنهم ودبرها بغيابه؟ بجوز انت قلتي له انه رايحين على المزرعة؟ أنا؟ قلت له؟ انتي قلتي له شيء انه رايحين على المزرعة؟ ايه بس
بس هو ابدا ما كان همه انه بابا يضل برا، كان بده يبعده وينتقم، مفكر انه بيع الدنيا كلها وبالحقه. لاحظي يا نوار، لاحظي انه هدول الكلمات انا اللي قلتهم وقتها لاتهم فيهم سامر مو انت. هتحكي لي لنشوف شلون لقيت لي الحياه الزوجيه؟ ايه بعدنا باول شهر العسل، بقى شو بدك يعني احكي لي؟ وينكم؟ لا تقولوا لحالكم لميس غايبة وتقعدوا تحكوا عليها، اوعكم ها. علينا ماما، انتي ما بت بلا ما بلا با، اسكتي هلا وخليني اعرف من اخوكي وين تركته عروسته وراحت. ها هلا هذا سؤال حماية تقليدي. شو ماما؟ بدك توقعي بيني وبين لميس؟ ما حدا بيقدر. اهلا وسهلا. بالمأهل يا عروس. واحلى العرايس حبيبتي. انت بلاها. هاتي احكي لي لأشوف شلون اخي اكرم معك؟ يعني عزبك شيء؟ لا اكرم ما في منه، المهم ان شاء الله الف مبروك يا حياتي. الله يبارك بعمري. هلا انا هيك بدي ضل لحالي؟ انت مع عروستك وهي مع عريسها وانا ما في مين يسال عني ويقول لي وينك يا ماما؟ طمني، كانوا اثنين اللي يسالوا عنك بس هلا صاروا اربعه. تسلمي لي يا قلبي. على العموم لازم تحسبي حساب انه انا واكرم يجوز ما نطول جنبكم. ليش بقى؟ اكرم صار لازم نحكي بالجد، يعني حب واحترام شكري بيك ما بيمنع انه نحن نفكر لقدام. هذا احلى الكلام، هاتي سمعينا، هاتي شوفي بهالراس الحلو من افكار. المهم انه اكرم يكون اقرب الناس لشكري بيك، يعني ياخذ الدور اللي كان اخده بدر واللي اخده هلا سامر الزهار. ايه بس اخي هلا مدير عام ورئيس مجلس اداره هذا الفندق. مظبوط، بس شكري بيك ممكن يستغنى عنه بأي لحظة، وقادر يستغني عن سامي الزهار كمان. بس لما بتكون أنت مكانه مستحيل أنه يستغني عنك. أنا شايف أنه بدك تصغريني بدل ما تكبريني. أكيد في براسك فكرة محددة يا لميس. طبعا أكرم، إذا بنطلع أنا وياك مع عمك ومنرافقه محل ما بيكون رح تصير أنت ممثله الشخصي، يعني رح يسلمك كل شيء بأقرب وقت، يعني كل الشغل، بعدين بالأول والأخير أنت وريسه الرئيسي. الرئيسي بس مو الوحيد. طبعا اذا كنا معه يا اكرم رح تصير انت الرئيسي والتنفيذي والمستشار والمالك كمان. هذا هو الكلام، قلت لحالي هالراس الحلو لا بده ما تكون فيه افكار حلوه. طيب والبرمجه والمعلوماتيه؟ بالبدايه انا بتولاها وانت بتتولى المباحثات والمفاوضات. اكرم لازم نقسم شغل سامر بيناتنا نحن الاثنين، وشوي شوي انت بتتعلم، وحتى لو ما تعلمت المهم نكون محل ما بيكون شكري بيك. بعدين لا تنسى انه هو عرض علي هالشغل بس انت ما خليتني. ها وانا عم اقول لحالي ليش هالقليله العقل ما راحت مع عمي وصارت بنت بطوطه مثله. طيب وسامر الزهار وعمك؟ هون نوصل للجد، هالموضوع ما لازم حدا يفتح سيرته ابدا ابدا ولا حتى تلميح. تركوني انا اتولاه بنفسي وبهدوء. المهم كان وصولي بالوقت المناسب. بس إن شاء الله ما تكون الأسهم تأثرت. لا أبداً، بالعكس استفدنا من خسارة غيرنا. يعني اشتريت مثل العادة. طبعاً يا سامر، طمني شو في عندك جديد؟ ما في شيء، ما في شيء بنور. أي أوامر تانية؟ أبداً، سلم. الله يسلمك. بيان زياد هلال، شو بدنا نعمل فيك يا زياد هلال؟ شو بدنا نوصل لحضرتك؟ يا حبيبتي شو رأيك نضل ماشيين ولا نعدنا بشي محل بشي مطعم؟ لا خلينا هيك ماشيين على مهلنا. تعرف أنا داخلي من قاعدة الأوتيل. أكرم أنا كتير سعيدة معك. مهما قلتي أنا أكثر سعادة فيكي. لا أنا أكثر. قلت لك أنا. طيب انت بتعرفي عجبتني كثير افكارك، يعني بنضل مع عمي وكل يوم هم جديد وافكار جديده. يعني هو بيني وبينك حلو التجديد بالحياه. هو بس يستقر وضع الاوتيل كل شيء بيصير تمام. بس انا خايف، يعني
خايف عمي ما يقتنع أو سامر حتى ما يقتنع. سامر الزهار كل همه محصور بنوار. أنا ناوي أحل له مشكلته معه. أنا صار لي مصلحة شخصية بهذا الشيء. أكرام، أنا صار لازم أنزل على الشغل، لازم أتحرك. حبيبتك. أكرام؟ داخلك مني شيء؟ شو عم تحكي أنت؟ الله يسامحك. خير، شو اللي باسطك بهالورقة؟ أول شيء إن شاء الله ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك، ما قلت لي شو فيها؟ خذي، شوفي لحالك. هاي أول خسارة بشوفها لشكري بيك. يا ستي ما دمت لك جيتي فتفضلي. هاي هديتي لك. شكرا كثير. هاي اكرم. انتي هاي شفتن تنتين. حاطهن قدامك. يا ريت تساعدني تفتح ثاني. بحب العملة القديمة؟ طبعا ما احلالي وما اعرف. تسلموا ايديك. تفضل. يا سلام يا سلام على ذكاء شكري رضوان يلي قدر يكتشفك من بين كل الناس. اوف اوف اوف، ليش كل هذا؟ لاني عرفت هواية اكرم. وبتعرف كمان شو اللي بيسرني؟ يسلموا ايديك. بتعرف انا كنت عم بستنى هيك مجموعة. شكرا كثير، كلك ذوق. واجبنا يا مدام، ولو الأمر كتير بسيط.
شكري بيك سبق انه اشترى لك مجموعة لعب ولأكرا مجموعة عملة، وأنا ما نسيت وكررت اللي عمله. عدم نسيانك هو الاهتمام وهو الذوق. قلي شلون بقدر أعبر لك عن امتناني؟ يا ستي بسيطة، بدي أعرف كل شي عن زياد هلال. يا سيدي غالي والطلب رخيص، قلي شو بدك عنه بالضبط؟ حياته، علاقاته، حياته الخاصة، شو بدك بالضبط؟ زياد هلال راح أطلع معه كتير، بحب المصاري يعني وبقتل القرش، بقى بدي شي مستمسك عليه، شي شغلة غلط من شغلاته، شغلة واقع فيها، يعني هيك شي. خلص إلك علي أمن لك اللي بدك إياه، ولا همك. بونجور. انتم مدعوين على عشاء من قبل نزار بمطعمه الجديد، طبعا استرجوا ما تجوا. انتي بتأمري أمر. طبعا بنت الأحمى بتخوف. ايه طبعا بتخوف، خصوصا اذا كانت حلوة وأمورة. خلص 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 خلص، انا مالي قديك، لا تنسوا تبلغوا أكرام. اوكي. وانت كمان استاذ سامر. انا شو؟ انت كمان تفضل. ايه على راسي. ماشي، باي باي. انا معك. باي. شو جاي مساء؟ ايه ولو طبعا جاي. اصبح للمساء نشوف شو بيصير. ماشي. مالتي عجبوك الهدايا؟ بصراحة بجنن ويسلموا ايديك. وايديك تسلم. عمل المعرض مرتبط بحركة الاوتيل. طبعا. وإذا كان في جروب سياحي ومدة إقامته قليلة بتلاقي المعرض ما بيهدى، الكل بده يشتري، وإذا كان عدد الزبائن قليل بتلاقي الشغل كتير عادي. يعني شغل المحل مرتبط تماماً بنزلاء الأوتيل؟ حتماً، والزبائن الأجانب هن اللي بيهتموا بالأصناف الموجودة عنا. الصراحة أنا ما كنت عارفة عن الشغل هيك، كنت فاكرة أنه المعرض على طول رح يكون مليان. عمتي قومي لقلك. لوين؟ قومي أنت بعدين بتعرفي. خليني ضيفكم شي من الكافيتيريا. لا 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 عفوا. عيني عيني. هي لا كان اللي بيشرب القهوة هون مثل اللي بيشربها بالبيت ولا بالمزرعة. كل شيء له نكهة عمتي. قومي تلفني للميس خليها تنزل، مدام بتضل بالأوتيل. معقولة يعني عروس بشهر العسل مزعجها؟ شفتي؟ ومع هيك حملت حالة وإجت لعندك على البيت. بتعرفي عمتي هالناس اللي عم بتعامل معهم بتحسيهم عايشين على مهلهم، أمورهم بتمشي بسلاسة ونعومة. نوار هلأ ما حاسة معي إنه حتى لقائك وتعرفك على لميس الطيب كان شغل مدبرة. أنا بالأول ما خطر لي هيك، كنت مفكرة إنه تعرفت على لميس بالصدفة عن طريق سهى، بس بعدين فكرت إنه ممكن كتير يكون هاللقاء مدبر. مين وراه؟ سامر الزهار؟ لا بجوز لمصلحته، بس ما وراه أكيد مو هو اللي طلب من لميس الطيب إنه تعرف عليه. أكيد لكان شكري رضوان هو اللي طلب هالشي، لأنه بده مساعده يكون مرتاح البال، وراح تبال مساعده حنست نوار خانم. عمتي شو هالحكي؟ إلك أنا سواد عيوني، كل هالخدمات من كوثر الخليل ولميس الطيب وخدم الفيلا وغيره، كل هاد لسواد عيونك نوار خانم. معقولة يا عمتي حقيقته تكون مخباية عن كل هالناس؟ والله اسألي حالك هالسؤال، يعني معقول كل هالناس بيجهلوا حقيقته وانتي وحدك العبقرية اللي بتعرفيها؟ تفضل. مرحبا. هاي لميس. شو؟ بشو مشغول؟ يا ستي تفضل. عادي عادي. خبرت شكري بيك بالخسارة بلندن بعد فلاس البنك، سألني قديش ارتفعت اسمنا بألمانيا وهولندا، حزري شو طلع معي؟ طلع معي انه هو ربح بدل ما يخسر. يعني انت بتعتقد انه اللي مثل شكري بيك ممكن يخسر؟ بصراحة لا، اولا لانه ذكي كتير، اثنين الناس هدول يلي عندهم ملاءة مالية كتير كبيرة لا يمكن ابدا انهم يخسرون،
لأنهم يلي بيضوعوه باليمين بيرجع لهم بالشمال. ها ليكك بتعرف لحالك. ولو تلميذك يا مدام. لا ولو نحن اللي ما بنطلع تلميذك. طيب شو آخرة المجاملات هاي؟ زياد هلال عم يشتغل بالسر شغلة كبيرة هون بالبلد وبمئات الملايين، بس من رأس مال سري، شركات مختلفة وأسماء تانية. شو طبيعة المشروع؟ بصراحة هو طبيعته عقارية، بس له ريحة عفن خفيفة كتير لأنه اسمه ما ظهر فيها مباشرة. معناته الشغلة فيها إنها؟ غالبا. وعليك أنت إنك تطلب من أكرم إنه يجيب لك أسماء تخفي زيادة هلال خلف الأسماء التانية، بشراء مقاسم مبنية وأراضي زراعية حتى معامل صغيرة. تصور إنها بأسعار مغرية. هاي المعلومات اللي عندي. طب ليش أنا مو أنت؟ ليش ما تطلبيها من أكرم؟ صدقني أكرم مستني فرصة لحتى يعبر لك عن موده. أكرم حاسس إنه أنت إلك أثر كبير بالثقة اللي منحه إياها شكري بيك. لا لا أبدا، بالعكس، عمو بيعرفه أكثر مما بيتوقع. أوكي أصبح أنا رح خبره لحتى نلتقى بمطعم نزار. ماشي. يعني هلأ إذا قعدتوا عندي بالبيت مو أحسن لكم؟ هيك أنا بدي. يا مدام نادي، أنت مقتنعة إنه كلامك هذا رح يخلينا نسكن عندك؟ لا. إذن رايحي حالك يا حمادي. لا بقى تقول هاي الكلمة مرة تانية. حاضر، إذا كنت شاطرة بدل ما تجيبي الصهر تحطيه عندي جيبي الكنة. شو شايفني عم برقد ورا اللي بدي خانقه؟ ليش لهلأ ما أجو؟ طولي بالك يا روحي. يا عين اللي بيشوفكم بيقول عمركم ما تخانقتوا ولا شديتوا شعر بعض. ها إجا حبيب قلبي. مرحبا. أهلا أكرم. أهلا، مبروك يا أكرم. الله يبارك فيك. عقبالك يا نزار. انتم السابقون ونحن المكررون، لانه مو اول مره بتعملوها. بس تعرف الانسان ما لازم يوقع بنفس الجوره مرتين. لا استاذ ما حسبت منيح، نحن قلت اسمهان ما بنستغناش عن بعضينا، فهمت؟ ايه بس اسمهان بحياتها ما قالت هيك شيء. حاصله. ايه كيفك؟ ما كثير مبسوطه، كل يوم بعمل منفاض مع رئيس قسم او مدير. شو بدك احسن من هيك؟ مشان تحلي عننا. ظاهر جنابك عم بتحكك انت ثاني. اهلين. تفضل. مبروك استاذ اكرم. اهلين اهلين استاذ سامي. الله يبارك فيك وعقبالك. تسلم. شرفت يا استاذ سامي. الله. ايه يا جماعه ايش تتعشوا؟ الله، شايفة قفلة الفيلم؟ دائما الحب بينتصر بالأخير يا جيران. يا سلام. يو بكير. آخ تعرفوا إنه ظهري صار عم يوجعني من القعدة بالمعرض وكمان عم يضيق خلقي. أوف أوف. شو قصتك يا خالي؟ هالنغمة عم تكرريها كثير. بعلمك أنت مبسوطة بالمعرض ومتحمسة إله زيادة عن اللزوم. بالأول خالو بالأول، بس لما صار جاهز بلشنا الشغل صار الشغل كتير عادي، يعني منجيب بضاعة من التجار ومحلات الجملة ومنبيع على الزبائن. لكن شوف فكرك يا خالي، كل عمره الشغل هيك، بضاعة بتجي وبتنباع وبناخذ مرابحة. هالأيام الشغل بالمنتجع كان بيسلي أكتر. كان شي تاني، كان في طموحات، محاولة إنه نقدر نكسب الزبون خليه يدفع أكتر يصرف. يعني ببساطة كان في تحدي ومنافسة. بالضبط. وهلأ محل بيع وشراء، يعني بصراحة ما نوقت طموحي وما خرج ياخذ كل وقتي. نوار معلش لو قلت لك كلمة صريحة شوي، ما بتزعل مني؟ أكيد عمتي، أنا ما ممكن أبدا أزعل منك. هلأ التطور هاد ما في شوية غيرة من لميس الطيب وشخصيته ومسؤولياته؟ أكيد. أنا سألت حالي هالسؤال وجاوبت. غيرة يا عمتي، مو حسد، غيرة. غيرة من كل شيء فيها، من كل شيء بتعمله وممكن تعمله. البنت يا خالي ما أنا أحسن منك. وأنا هذا رأيي خالو، بس وين ظروفها هي وين ظروفي؟ وين أنا من أحلامي وشلون هي حققت كل أحلامها؟ أنا بشوف إنك تسلمي المحل للأوتيل، هو بديره وبيشرف عليه، وإنت بتاخذي المرابح، أو استبدليه بشي مشروع يحقق طموحك. جيهان هذا ما بيخصك. لا خالو لا، عمتي سمعاني الرأي هذا مني من الأول
وأنا فعلا ممكن أعمل هيك إذا ما لقيت حل. ما بتكون تناموا؟ أي لك أنا. يلا قوم نوح. تصبحي على خير حبيبي. حاضر يا مولاتي. تصبحي على خير يا وش الخير. بخير. لولو ما بدي أسألك سامر الزهار ليش طلب مني هيك؟ أنا تقصدت إنه يطلب منك هالطلب بالمطعم. طيب ليش فاهمين؟ حتى يشعر إنه مدين بالفضل إلنا نحن الاثنين، ولما يحس إنه نحن الاثنين بدنا نحتل مكانه ما يقدر يرفض. فعلا هالراس الحلو بيفكر حلو. إيه خلصنا بقى يا حلو. يلا لحظات لا نشرب شاي. إيه لو عروس كانت خلصت. اهلا 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 يا مدام، نورتي المعرض. اهلا. شو وين نوار؟ لسه ما وصلت. تفضلي ارتاحي، بما وصيلك على القهوه بكون وصلت. لا شكرا، بس تجي الا انه انا سالت عليها ويا ريت تتصل فيني. ايه بتأمري امر على عيني. نوار صباح الخير. صباح النور، كيفك؟ تمام. تعي معي تعي. يلا. ايه شو هاد؟ تفضلي نوار. اهلا وسهلا، اعطيني رايك. هذا هو الجناح. شو رايك احجز لك اياه؟ على اساس اموري كلياتها جاهزه، مو باقيان غير انك تحجزي لي الجناح. شو ببالك لكان؟ ما في اسهل من تدبير العريس. بس وين بتحبي شهر العسل؟ نوار بدي اقول لك شغله. قولي. طيب بس اطلب لك قهوه بالاول. صحيح انت كيف قهوتك؟ وصلت. اوكي. متر سمير لو سمحت بدنا اثنين قهوة وسط. ميرسي. اي نوار، هذا الشاب اللي عندك بالمعرض مو عاجبني، يعني حاسسته مو مؤهل لهالشغلة. معك حق. شو بدي اعمل، تورطت. انا مستغربة كيف واحدة مثلك بيكون اختيارها واحد مثل هاد. ببساطة كل اختياراتي عم تكون غير موفقة. لانك طيبة نوار، طيبة والزمن ما اعطاكي فرصة. بجوز انا شايفه اني لقيلك شي صبيه تكون مؤهله كعارضه، وواحده تانية تستلم الاداره وبنسبه كويسه. اي وانا شو بعمل؟ ما عاد لي لزوم. لا ليش يعني بتمري كل كم يوم؟ بتعرفي خطرت لي رفيقتنا سوا، يعني بتاخذ فرصه كويسه وانت بتعرفيها لسوا. طبعا بعرفها. يا ريت. بس هي بتوافق؟ وليش لحتى ما توافق؟ منطمعها شوي، يعني هي بتكون مشرفة بس، وبيكون عندها بائعة بتحكي فرنساوي وإنجليزي وعندها خبرة. بعدين هيك الشغل بيمشي أحسن، يعني بيني وبينك وجود صبية حلوة بتجذب الزبائن أكثر من الشاب. يا ستي أنا موافقة. رح أترك هذا الموضوع إلك. عظيم. شغلة تانية نوار، أنا سألت سامر الزهار ليش ما وقفت جنب نوار لما مسكوا المجرمين. بتعرفي شو قال لي؟ شو قال لك؟ قال نوار طول عمرها راسها مرفوع، وما حبيت انها تشوف حالها قدامي ضعيفه وهي معتبرتني عدوه. فهمتي نوار؟ سامر غير اللي ببالك، وانتي ظالمتيه. بعدين قد ما يكون متعلق فيكي لما بتزيديه عليه بمل بييأس. يس يس. ايوه شور. اوكي باي باي. تفضل. مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. كيف اختي صغيرة؟ مشتاقة لأخوها الكبير، لأبي سامر قلة المسلسلات المصرية. مالتي شلون هني؟ الحمد لله، بابا جابها بسيارة الإسعاف، قال لها مالي قادر سكر العيادة أكثر من هيك، قام جابنا وإجا. على فكرة
عمو بهيج قال لي انه عمو شكري لسه ما رجع خير. ايه لسه ما رجع وبعتقد مو مبين امتى حيرجع. اوكي انا رايحه على معرض لرسام سوري مغترب، بتحب تجي معي؟ معلش عز خليها غير مره، تعرفي انا في عندي شويه شغل، بعدين في لازم اعمل شويه اتصالات على امريكا وهلا وقت مناسب. طيب ماشي الحال، باي باي. طيب الله معك، مع السلامه. أنا صار موعدي مع جوزي بالإذن يا جماعة، بشوفك بعد ما يخلص الموعد. أوكي الله يا حبيبي. باي روحي. مدام لنيس بدي أقول لك كلمة باردة شوي. طيب ما دام باردة ليش لحتى تقولها؟ هو هيك جفز أخي، أنت ما خصاك. بدي أقول لك شغلة صغيرة شوي، يعني شلون هيك بتكتمل مع الناس؟ شلون يعني؟ شلون يعني؟ يعني الأستاذ أكرم ما بكفي شبوبيته الحلوة ما شاء الله عليه، وعمه شكري رضوان وناجح جدا بعمله، لا فوق كل هاد وهاد، سبحان الله الله رازق عروس مثل حكايتك. فعلا حكاك بارد وما له طعمة. لك شو بك يا رجل؟ عم تحسد جوزها قدامها؟ ايه مو شي بيطقق ياها. بزمتك سيد كمال، على شو حاسده أكتر شي؟ ليش الكذب؟ على عمه. انت لفندي قال لشكري بيك ما بشاركك لحتى جيب لي برقه زمه للدكان. شو خايفه دبسه بدكاني مديونه؟ ظريف عن جد ظريف. وهذا اللي عم تقولي عنه ظريف محيرني. ليش سامر افندي؟ شو محيرك فيني بقى؟ لازم نشوف العروس، ولا رح يضل يطلع معه هيك حكي بارد وما له طعمه. هيك ها مدام، الله يخليك تكون على ذوقك. ايه تكرم وتحت ايدي، بعدين ما في منها، وصديقه بعض الناس. قصدك صديقه نوار؟ ايه صح، له بيكون حظه من السماء. ليش بقى سيدي؟ لانه صديقه نوار؟ معلوم، لانه رح تكون ظريفه مثلها. ارجع لشغلي؟ ليش شو شفتي مني؟ ولا يا سيد زهير، انا ما شفت منك الا كل خير. القصه وما فيها اني بدي سلم هالمحل الاوتيل، راح ادفع لك اجره 3 شهور. وينك يا خانم؟ انا مالي كثير، ترك شغلك وتعال اشتغل عنا، وبعد شهر تركنا وارجع لشغلك. انا ما حدا بيلعب فيني، راح اخذ حقي على اخر قرش. شلون؟ وعم تتجرأ كمان؟ يا مدام انا لاعب بسرق ولاعب بنهب. يا سيد زهير قلت لك بدي سلم المحل. طالعوا لبرا، وبعد ساعة رح يكون مع مسؤول الأمن أمر بتسليمك للشرطة من مجرد إنه يشوفوك. تركوني ماشي لحالي. يا سيد زهير إذا حبيت ترفع دعوة أنا ما عندي مانع، وإذا حبيت بعطيك أجرة 3 شهور. البلد فيها محاكم قضاة يجيبوا لي حقي. من الأول قول هيك يا سيد، وبدون ما ترفع صوتك. خليكم معه ليطلع برات الأوتيل، وبعتوا لي مسؤول الامن على الكافيتيريا. حاضر. عزه والله ما ظلمته، بعرف بس شافك وحدانية قال بهدد وبعلي صوتي عليها. على كل تعرفي
أنا لما عملت هالحركات افتكرت يطلع شي تاني أو طلع جبان. يلا امشي. لوين؟ شو لوين؟ سكري هلأ هالمحل وامشي مع الكافيتيريا. شبك نوار؟ شو أنت أول وحدة بتقلع موظف عندها؟ كل أرباب العمل بيعملوا هيك. يلا خلينا نمشي. طيب